عشان كده بقول لحبايبي تعالوا بينا كده نبدأ بداية حلوة، تعالوا بينا كلنا نحافظ على بلدنا، وخصوصا في هذه الأيام الصعبة. احنا في أيام جميلة قوي يا أولادي، عارفين احنا في ايه؟ احنا في العشر الأوائل من ذي الحجة. طيب الأيام دي لازم نستزيد فيها بقى من القربات ومن العمل الصالح. افتكروا حديث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. فأكسروا بقى فيهن، في رواية تانية فأكسروا فيهن التكبير والتهليل والتحميد. طب الأيام الحلوة دي مش عايزين نضيعها، مش عايزين نضيعها في إن إحنا ناخد وندي في أمور مش بتاعتنا. إحنا طالما نثق في قيادتنا يبقى المفروض إن إحنا تعالوا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركة. طب نعمل إيه؟ إيه المطلوب مننا؟ أولاً يستحب في هذه الأيام الذكر والتسبيح وقراءة القرآن ويذكر اسم الله فيه. حالة من الإنسانية البني أدمية، تعالوا نرجع للبني أدمية اللي فينا، تعالوا نرجع نتعاطف على بعض. وأخيرا أقول لحبيبي نسأل الله أن يجمعنا على الخير، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به.